السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على خير المرسلين. مرحبا بكم في قناتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. الوصفة اليوم هي دي ميني كيش، كيجيو ساهلين في الطريقة في التحضير، وتيجيو روعة وزوينين بالكفتة ديال الساردين وبعجين غير مكلف بلا زبدة بلا بيض. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو في مقلاة فوق النار، كنديرو قيمة 3 المعالق ديال زيت المائدة، غدا ندير جوج البصلات متوسطات، شلطتهم القاط مزيان، من بعد ما تحرق غير شويه غادي نزيد مقدار زلافه اخرى ديال الفلفله. انا عندي هنا فلفله خضراء، الا كانت عندكم الصفراء والحمراء تقدروا تخلطوهم حتى هي مقطعه رقيق بزاف. من بعد ما تحرت هي شويه البصله، غادا نضيف قيمة 200 غرام ديال الكفته ديال السارتين، دابا غادا نزيد التوابل اللي عندي. عندي هنا الخرطوم والكمون والسودانية، غادا نزيد شوية د الملحة مكترش لأن الصاجين عارفين كيكون ملح. باقي غادي نديرو الزيتون، وغادا نضيف هنا جوج المعالق كبار اللي كانوا عندي في الكونجيلاتور ديال القزبر والمعدنوس، غادا نضيف الزيتون. الزيتون هكذا بدون عظم انا قطعته، لو نقدر نشرو مقطع انا ما كانش عندي، كان عندي ما قطعش وبقى العظم قطعته. غادي نخلط هاد المكونات كاملين، مع العلم ان التوابل والربع والزيتون نزتو حتى طاب لي هاد الخليط مزيان اللي زدتو. دابا غير غادي نخلطو مزيان، غادا نضيف شويه ديال الزعتر، لقيتو من دوك العودات اللي كيكونو فيه، غادا نحكو هكا بين يديا، صافي دابا غادي نتفادل نكمل نخلط مزيان، لان الزيتون والربيع والتوابل ما محتاجينش باش نطيبو. نخلي هاد الحشوه تبرد وندوزو باش نديرو العجين ديالنا ديال ليكيش. العجين ديال ليكيش انا بالنسبه للكميه اللي انا محتاجه غادي ندير 250 غرام ديال كيك الفورس ديال الحلويات،
يكون دقيق ممتاز. وعندي هنا 100 مليلتر ديال زيت الزيتون، الحليب دافي باش غادي نخلط العجين على حسب النوع ديال الدقيق، واش غادي يتسلي بزاف ولا شويه. ونقدر الا ما كانش عندي الحليب ولا ما بغيتش نديرو نستعمل غير الماء دافئ. وعندي هنا راس المعلقه ونصف معلقه صغيره، هاد المعلقه النصف ديالها ديال خميره ديال العجين، والنصف ديالها ديال التحميره الحاره او بابريكا فور. وعندي هنا ملعقه ديال الزعتر اللي لقيتو من العويدات ديالو، وعندي الملح. بسم الله على بركة الله، غنبدا ندير الملحة. أنا مكنكترش الملح، غادي ندير هاد 100 مليلتر في 250 غرام ديال الدقيق. غادي نبسبس هاد الدقيق كاملو هاد الزيت اللي عندي حتى يدخل مزيان. هاد العجين غير تخلط، كندلكوها غير شويه، ما كتحتاجش بزاف لانها كتجي فاركه بهاد الزيت الزيتون اللي كنديرو فيها. ان فوا تبسبسات بحال هكذا بالزيت، غادي نزيد الخميره والبابريكا فور او التحميره الحاره والزعتر. غادي نجمع العجين ديالي بالحليب كما قلت، نقدروا نجمعوا غير بالماء، نحاول باش ما نخويش بزاف ديال الحليب او الماء من الاول باش ما تجينيش العجين مطلوقه، باش تبقى لي شويه قاصحه. ما هزتليش الحليب كاملو، غير هكذا خاصها تبقى شويه قاصحه بحال العجين ديال تقريبا ديال الخبز، باش فاش نسرحها بالدله كنقطعها على حسابي الليمون ما تبقاش تهبط لي من الجناب ديال الليمون. غادي نحطها هنا وندلكها شويه، غير شويه باش تجانس جميع المكونات. اما هي راه كتجي طبوه في شيشه بلا كليك. صافي هكذا، غادي نرجعها هنايا. غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير، نخليها واحد 10 دقائق باش تجي طايعه في يدي، تجيني ساهله في التقطاع. من بعد ما خليت العجين ديالي يرتاح تقريبا 10 دقائق، ندير شويه ديال الدقيق هكذا. نحاول باش نقرصها بالدلاك، ما غاديش تلصق لي لان فيها الزيت، انا غير درت الدقيق هكذا كحت فيها. غادي نقرصها رقيق باش ما يجيونيش لي كيش ديالي غلط. من بعد ما كرستهم رقاق هكذا تقريبا جوج ديال الملمتر ديال لي بيسور،
غادي نقطعهم دوائر بهادي، هادي انا غادي نقدمو باش نديرهم فهاد الماء. انا اين فوا كنقطع فهادي كيجي قد هاد الماء. من بعد ما قطعتهم هكذا كاملين، غادي نشد هاد العجين ديالي ونعاود نجمعها ونسرحها بالدلاك باش نكمل بيها. انا خديت هاد المول دهنته بشويه الزبده، رغم انه ما غاديش يلصقوا لان فيهم الزيت، وغادي نحاول باش ندخلهم هكذا. من بعد ما ساليتهم كاملين غادي نتقبل بالشوكه بحال هكذا باش ما يتنفخوش. اصلا فيهم شويه ديال الخميره، لا تقبلوهم دوك. الخميرة اللي غادي طلعهم غادي يركبو يتنفسو من دوك التقيبات وما غاديش، العلم ان الخميرة كدير الهواء للغاز كديرو في العجينة. تقبلوهم هكذا مزيان، ودابا غادي نعمرهم بالحشوة ديالي. بسم الله، غادي نعمرهم كاملين ونرجعو باش نشوفو التتم. من بعد ما عمرت الكيش ديالي كاملين الحشوة، غادي ندير دابا لاباغي كيش. لاباغي كيش نقدرو نديروها باش ما بغينا. انا دابا غنديرها بجوج ديال البيضات جوج ديال الجبن مثلث، وغادي نزيد واحد شويه ديال الحليب، وغادي نزيد شويه ديال فرماج احمر محكوك. نقدرو نديروها حتى بالبيض والقشطه ولا البيض والياغورت الموجود. الجبن هذا المثلث وشويه ديال الحليب كيعوضوا الياغورت ولا عوضوا القشطه، لانه من مشتقات كلشي من مشتقات ديال الحليب. غادي نزيد شويه قيمه معلقه ديال الحليب، معلقة كبيرة. شوية قد هكذا تقريبا ديال على حساب الكمية اللي عندي انا، قليلة ديال البيض. وغادي نخلطهم مزيان. نحاول باش ندير كمية كافية، هذا تقريبا معلقة. غادي ندخلهم للفرن ساخن على 180 درجة. غادي ندير العافية لتحت، يعني هما غيجيو فوق العافية حتى يطيبو. نركب نهبطهم لتحت باش ندير هادو بالنسبة اللي عندهم النار غير في لتحت في الفرن، أما بالنسبة اللي عندهم لتحت والفوق غادي يشعلو لتحت حتى يحسو بيهم طابو، هي اللي يشعلو الفوق باش يتحمرو شوية. فاش غادي يطيبو غادي نشوفو.
هادو هما اللي كيجينا من بعد ما خرجناهم من الفرن، كيجيو هكذا رائعين وزوينين. شوف شي وحده، انا غنحيدهم بهاد القصيب هكذا ديال العود باقي سخان، كيجي زوين. نقدروا نخليهم غير هكذا، نقدروا نزيدوا فوقهم شويه ديال الفرماج احمر محكوك، وغادي نطفي الفران وندخلهم الفران غير يذوب الفرماج ونخرج. من بعد ما خرجتهم من الفرن كيجيو على هذا الشكل رائعين وزوينين. غادي نفتحوا شي وحده، تبقى سخونه، شوف من الوسط ديالها تيجيو زوينين وما كيكلفوناش بزاف. العجين ما فيه لا بيض لا زبده لا والو، رغم ذلك كيجي هشيش، والحشوه ديالها سهله ما فيهاش شي مكونات كثار. نتمنى انهم يعجبوكم. السلام عليكم ورحمه الله.